إناث حضرتك. انا مستمع. إناث. مش مهم ايناس. السلام عليكم. عليكم أيوه السلام، اتفضلي يا السلام. ايناس. بقول لحضرتك، والدتي يعني هي مش حافظة كتير في القرآن، ويعني حاولت تحفظ وكده، وبعدين صلت يعني بالليل قيام الليل، وصلت الفجر وكده بآية أو معلش، يعني ده في آية بسيطة الحقيقة أو ولا في سورة المنام؟ بسيطة، ده في الحقيقة. فنامت وحلمت حضرتك أو رأت يعني قريبة لينا، هي تقية وحافظة المصحف اسمها ايه؟ وكانت بتدرس القرآن، اسمها ايه القريبة؟ تحية. تحية، كويس أوي. شاف التحية بتعمل ايه؟ فحضرتك شافتها وهي زي لف حاجات وبتديها لها زي هدية أو حاجة أو أكل أو كده، فهي شايفاه قالت ده يعني مش هيكفي، وفي أطفال كتيرة كده موجودين وشباب، فهي شافت إن الحاجة دي قالت يمكن ده مش هيكفي، يا ترى ده هيكفي الناس دي. وبعدين لقيت الأطفال والشباب دول زي راحوا وأكلوا في مكان تاني، فقالت ما هات كلوش حضرتك. عندها، كلوا عند الجيران. وهي بس قامت بقى من النوم. طيب، في حاجة تانية يا ناس؟ جزاك الله خير، زي ربنا ما يعينك. اسمعينا من التلفزيون، الناس بتقول والدتي حلمت ان تحية جايبة لبس وحاجات هدايا، لكنها مش كفاية للناس. طيب، احنا عندنا تحية واضح ان هي بالنسبة لها رمز للدين الاسلامي، للقرآن الكريم، لان هي اللي بتقرأ القرآن وتحفظ، فمعنى انها جابت حاجات مش كافيه للناس اللي عندي، معنى كده ان معلش عبادات امك مش كافيه لتنال كل ما تريده. الاطفال عندي اخبار، فمعنى كده ان امك حس تسمع اخبار جميله ورائعه تحسن اوضاعها الدينيه، وان شاء الله ترزق بالاخبار الرائعه الجميله. طيب، فيا زكية آل شريف اللي عندك حمامتين، انتبهي لصلة الرحم مع النساء. ابتسامة حياة، قلنا دخلت السوق اللي هي الدنيا، والقسيس قال لها هترجعي تاني، قلنا ما تنخدعيش بالناس، ولا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.